برفع العلم على سفارة باكستان بالقاهرة في 14 أغسطس، والذي يمثل عيدا للاستقلال بعد 7 سنوات من الكفاح البطولي، شنه مسلمو شبه القارة بأرواحهم ضد الاستعمار البريطاني والأغلبية الهندوسية، لتحتفل الجالية الباكستانية بالقاهرة بيوم الاستقلال للأرض الطاهرة. عيد استقلال باكستان نحرص على الاحتفال به، ويشاركنا فيه الأطفال وأبناء الجالية بعد بقاء فترة طويلة في المنزل لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لكورونا، كما نشاهد مظاهر احتفالية جميلة. أعضاء الجالية الباكستانية بالقاهرة أكدوا على أهمية عيد الاستقلال لهم كيوم تاريخي، وما شهدت باكستان من تحول ديمقراطي واقتصادي وتدعيم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات. هو يوم مهم لكل الباكستانيين في كل مكان في العالم، لأنه اليوم التي حصلت فيه باكستان على استقلالها وتحقيق حلم كل الباكستانيين بأنهم يعيشوا طبقا لعادات وتقاليد دينهم الإسلامي. هناك أفاق للتعاون بين مصر وباكستان تجاريا واقتصاديا، وهناك مشروعات مشتركة من خلال رجال الأعمال الباكستانيين الذين يعملون في مصر، ونسعى لتحسين فرص الاستثمار لكلا البلدين. أكثر حاجة إن احنا فرحانين بعلمنا، يعني احنا بص عالمنا ده بالنسبة لنا بيمثلنا كل حاجة، يعني ما اقدرش يعني اشبهه بالكتاب يعني او حاجة، بس هو فعلا غاية عينة جدا، هو العالم اكتر حاجة عندنا فعلا. ميلاد جديد لباكستان كأول ظهور لها على خريطة العالم في 14 أغسطس لعام 1947، عندما تولى محمد علي جناح قيادة كفاح المسلمين، ليتم إعلان إنشاء دولة باكستان في اجتماع لاهور للرابطة الإسلامية لعموم الهند. احتفالية سفارة باكستان بالقاهرة بعيد الاستقلال تأتي تتويجا للعلاقات المصرية الباكستانية، ودعما لأواصر التعاون المشترك بين الشعبين في المجالات كافة التجارية والاستثمارية والسياحية، ليتطلع الشعب الباكستاني لمزيد من التقدم والازدهار والتنمية في عيده. من سفارة باكستان بالقاهرة، أحمد ممدوح، النيل.